Ramadan online. Stay connected to the East London Mosque. East London Mosque and London Muslim Centre would love to say thank you to the following businesses and charities for sponsoring our Ramadan Online 2021 programme: Islamic Relief, Muntad Aid, Global Relief Trust, Penny Appeal, Muslim Aid, Human Relief Foundation, Muslim Burial Fund, Rani Taylor Solicitors, City Realtor, AWMA Architecture. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
الله Ramadan online. Stay connected to the East London Mosque. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله رمضان أونلاين Stay connected to the East London Mosque. صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الرحمن الرحيم صدق من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صدق الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق من لانت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لشدائده الصعاب
صدق رب الأرباب صدق رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب وهازم الأحزاب وخالق خلقه من تراب صدق المتوحد بجلال الكمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا المتعالي بعظمته الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الكريم الذي بعثه الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا اللهم برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والمعاصي ونتوب إليك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج بقفاه إلى النار اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ واقرأ كما كنت ترتل في الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم جهرنا وسرنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم لا تردنا خائبين ولا من جنابك مطرودين اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا فإن رحمتك أوسع من ذنوبنا اللهم وحرم جلودنا على النار اللهم وحرم جلودنا على النار اللهم وحرم جلودنا على النار يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا ومن أهلينا ومن جميع الخلائق يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك في هذا الشهر الكريم اللهم اجعلنا وآباءنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من عتقائك في هذا الشهر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح شباب المسلمين
اللهم واصلح شباب المسلمين واهدهم لما فيه خير دينهم ودنياهم اللهم واهد نساء المسلمين اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين اللهم اصلح فتياتنا وفتيات المسلمين اللهم واجعلهن طاهرات لربهن متبعات لربهن طائعات ولنبيه متبعات وبالصحابيات مقتديات اللهم احفظهن من أن يفتن أو يفتن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم يا حي يا قيوم يا جبار السماوات والأرض انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين وانصرهم في سوريا وانصرهم في بورما وانصرهم في العراق وانصرهم في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم يا جبار السماوات والأرض عليك بالذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك اللهم من صد عن سبيلك وحارب أولياءك اللهم أزل أركانه اللهم وهز أركانه اللهم ابدله من بعده عزه ذلا اللهم وأرنا به عجائب قدرتك اللهم وشمتنا به يا قوي يا عزيز اللهم اجعل أمر أعداء المسلمين في وبال وشأنهم في سفال يا قوي يا عزيز إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الغنى والفقر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وحياة سعيدة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل ختمتنا هذه اللهم اجعلها ختمة مقبولة مباركة لمن قرأها وحضرها وسمعها وأمن على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من شر وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. Ramadan Online. Stay connected to the East London Mosque.